الإنسان الشاعر أبو الجهد العصري، الباحث والفنان التشكيلي في والباحث في علوم الآلية، يا فرح الزائر الحبيبة، يا فرح العيان التوبة، يا فرح المجلس بالدوبة، مرحبتين وسبب راحة واللي يقرح معه صاحب. ليلتكم سعيدة، وأنا مش هنقول قصيدة لكن قصيدة شاعر وصاني من المنيا من شعراء بلد المنيا اسمها عندنا جالسة للصبر والفضل، فحلفت إن لازم بلغ الفضل التحيات ونلقي هذه القصيدة على الفراغ. هو عنده قصيدة اسمها المستحيلات، يعني هو شايف ان على النجاري المحكوم وتحت ما نقدرش نضحي بيها، لا ده الا اذا حدث هذه المستحيلات. يقول مستحيل نبي بالراحة بالعصي عشان نترجم. حاضر يا استاذ. مستحيل ننسى رضاح سنة التنجيل ذا مين نفي الروح. حالف بالله عن روح روحي يوم ما انتصلى ان فيك نلقى بليس حج وصلى ونهر الفرات يصب جو النيل. والانسان يمشي للقمر يوصل له حافي عليك عيه ميل ميل، وتسحب النمله بقر بنت السله والجمال يمرق وين النمله يشيل، والاموات يرفضوا كل حد له طله ونادم عليه رايه شاب لا تجديد، وجهل يوعظ في الناس يا ما شاء الله، ويقدم عن التوحيد كل دليل وعبد العوثر فيه ما تمثله وفيه يسلم من حنين دليل، ونزار يوصف في النساء ممله ونلقاه لعنهن نهار وليل، ومية المالح تصفى والتحلى لين تبقى تكون انسانين، ان صار من هنا عيون الحلة بوعود وافي بواسيس طويلة، ولا ينتسى غالي طول زنان لين النجم في عز النهار يبان، والشمس تطلع عز عز الليل ونين يرجع لي حياة الليل، وفي ديه جايب من هناك عويل ونين القشة توقف الطوفان، وبدوس كراع النمل لأرض تميل ونين يبدا النيل نعم، والطفل يمشي على الجمر حفيان، الطفل يمشي على الجمر حفيان ويضحك ويلعب ودمع تامة تسيل وتبدا خيوطه تصيد في السمان، والحمول الثقيله العنكبوت يشيل ونين الدحي يكسر حجر صوان، ونحب الناموسه طايره بالفيل ان صار معايا ينزل جمال لظاهر مدلل هو صباح جميل دامين في الروح مستحيل ننسى الله السمع في التنين. يا صور يعني صعبة جدا مستحيلة عشان كده هو مستمر. شكرا. شكرا صديقي.